برانديفو اليوم روت 69 بتقدم مسرحية جديدة ودايماً مسرحيات عالمية بنقدر نشوفها من خلالهم. اليوم معنا باستوديو توني حسواني وتوني عقيقي أصحاب شركة روت 69. أهلا وسهلا فيكم. بونجور. مسرحية جديدة رح أتركك تخبرنا عنها أنت. نوتردام دو باري هي الموزيكال. هيدا يعني حدث منتظر للحقيقة. اكزاكتلي صرنا عم نشتغل عليها كثير لأنه ما كانت هي بلشت أون فرونسي باللغة الفرنسوية وبعدين صار في اختلاف بين البروديكتور وانتقلت صارت بكذا لغه بيناتهم بالانجليزي بالروسي بالايطالياني. ونحن بالنسبه لنا كانوا على طول عم يعرضوا علينا انه تجي بالانجليزي ونطرنا لحتى رجعت اتفقوا وجبنا الاوريجينال اللي هي بالفرنسي ميوزيكال فرانسيز. اكزاكتلي ميوزيكال من هالنوع ميوزيكال من هالنوع كثير يعني طبعا بدها سيت معين وبدها تحضيرات معينه وعندهم هن الكريتيريا اللي هن بدهم اياها غير كل المعدات اللي كمان بيجيبوها معهم لازم تكونوا حاضرين لاستقبالها وتركيبها والى اخره. يعني في شغل كثير مضبوط. هو يوجولي بيشحنوا الشو تبعهم معهم دونك كل شيء الديكور الجراس الحيط اللي بعرف شو عليه كله بينشحن معهم وبيوصلوا قبل بوقت للتركيب كرمال المسرحية وبيرجعوا بيوصلوا it's the same يعني هو ذاته إذا بدك الديكور يلي لعب من 15 سنة لهلا بعده ذاته الديكور بيوصل بيتركب وبيوصلوا الكاست بيستعملوا الديكور تيمثلوا المسرحية. ويعني نحن عنا شيء يعني عنا معدات جاهدة عنا أشخاص تقدر تساعد أو هن بيجوا مع كل إكيبهم ومع كل بتجي هن الإكيب يعني حتى بيجي اللايتنج تبعهم بيجي الديكور تبعهم نحن بضل في عنا عم نعطيهم من هون اليد العاملة تنساعدهم بالتركيب بس بالمبدأ كل شيء بيجي معهم أوريدي ريدي جاهز. تنرجع لا نوتردام دو باريكا مسرحية هي الأوريجينال بلاي أو الأوريجينال يلي كاملة طبعا ومع كل الكاست يلي موجود واللي عم يعمل البرمه عالميا. مزبوط. لنشرح شوي عن نوتردام دو باري السيت اب تبعها اللي هي مكتوبه من لوك بلاموندون ملحنها ريشار كوشانتي والتالار هو البروديكتور تبعها بفرنسا. اول ما بلشوا هو بيتغير الادوار كثير يعني بيجي سيلبرتيز عليها وبيتخرج المسرحيه طبعا موجوده ك يعني سكريبت وكموسيقى ومعروفه أكيد. ولكن الكاست بيتغير مع الوقت. بيتغير في منهم بيبقوا سوري وفي منهم اكيد بيتغيروا مثل هلا نحن عندنا فريش بلاد وعندنا كمان اللي هن صار لهم 16 سنه مثلا فات فيها تينا ارينا كانت اسميرالدا ولكن اليوم تينا ارينا بيجست كونسرت ان ذا وورلد جارو كان فيها الين سيجارا اللي هن اول سنتين ومن بعدها كمان كانه بيمرقوا وبعدين بينجموا اكيد وبعدين في منهم بقيوا لانه بحبوا انه يبقوا هن ك كم يكملوا بالكاريير تبعهم ككوميدي ميوزيكال مش كلايف كونسرت لانه بعدين اللايف كونسرت ببطل فيه يحمل المسرحية انه تجيب ارتيست بيعمل لايف كونسرتس وهن ببطلوا انتريسي انه يتأيدوا بميوزيكال لكل السنة على مدى كذا سنة. فنحن معنا كاست مثلا مات لوران اللي هو من كيبيك صار له 16 سنة بيعمل كازيمودو وفي بالعالم مثلا بايجيا ما بيعرفوا جارو بار اكزومبل قد ما بيعرفوا مات لوران كم كازيمودو اللي هو كمان صوته كثير حلو متنوع. طبعا المستوى نفسه يعني ما في لعب بهالموضوع ولا يعني الفيل رح يكون نفسه لو تغير الكاست وقد ما تغير كثير الكريتير قاسي لحتى ينقوا العالم اللي عم يشتغل 10 11 12 مزبوط. واعلنا الديت الجديده هي 13 تموز بالفورم دو بيروت. التيكتس موجودين بفيرجن تيكتينج بوكس اوفيس. الاسعار بتتراوح من 50 ل 300 دولار وبندعي كل العالم يروحوا يشتروا التيكتس تبعهم هلا لان عن جد المحلات الحلوه عم بتروح كثير بسرعه. دونك هلا كوننا فتحنا شو جديد في كثير محلات بعدها جديده بعد ما انشريت دونك تلحقوا حالهم. رح ناخذ وقفه بنرجع نتابع نحن وياكم. نرجع على رانديفو عم نحكي عن نوتردام دو باري اللي راح تكون بلبنان بالفورم دو بيروت 10 و11 و12 و13 تموز. وكنا عم نقول انه ضروري يبلش الحجز بدل الحجز يعني وضروري انه اذا بدنا محلات حلوه بس اجمالا بالفورم لما بتعملوا هالجرادان بيكون فعلا حتى اخر مطرح قادرين نقدر نشوف. بس خلينا نرجع لنشوف اجواء المسرحيه. جبتوا لنا معكم كليب مزبوط. كليب لان في تنسمع صوت مات لوران اللي كنا عم يلعب الدور تبع كازيمودو
تعرفوا تقريبا العالم شو ناطرهم هونيك شو واي مستوى ولا خلينا نشوف. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois. لا اكيد مستوى رائع واجواء كثير حلوه واصلا المسرحيه يعني عم تبرم بالعالم مثل ما قلنا والكريتير اصلا كثير عالي وهيدي الاوريجينال يعني أكيد. ما في وحده ثانيه هيدي الاوريجينال بلش التورني فرانسيز بايجا وهلا رح تجي بعدين على لبنان لترجع تكمل باوروبا فاذا 10 و11 و12 و13 تموز بالفورم اي ساعه العرض؟ الساعه 9 الساعة 9 بالليل طبعا العرض في مجلة تمديد بعد خلص مدته ايه في صعوبة في صعوبة انه يكون في تمديد مدته لانه في مددنا لانه في طلب كثير وصراحة ما كنا متوقعين انه هالقد بسرعة يعني بعد في اليوم شهر وجمعة يمكن للسبكتاكل يبلش وكانت كثير الطلب على كل حال هالمسرحية يعني تاخذ دائما اعجاب وين ما راحت وين ما كانوا كنت عم تقلي حتى فاتت اول مده بالجنس بوك اوف ريكوردز هي اكثر مسرحيه باعت تيكتس باول سنه لها دخلت بال جينيس بوك اوف ريكوردز وحتى لحديت هلا باعها فوق ال 10 مليون تيكت بالعالم سو قديش صار لها عم تلعب؟ صار لها من 1998 98 عم تلعب باستمرار مزبوط يعني حتى هلا عم وقت عملت التورنيه تبع الفرنش ميوزيكال كان بساوث كوريا اي كان بكوريا كان بكوريا وتايوان وهولي العالم يلي ما بتعرف اللغه الفرنسيه كنت عم تروح عم تحضر وعلى الكرسي قدام في مثل سكرين وعلى السكرين موجودين ترانسليشن تبع المسرحيه دونك صارت مثل الاوبرا كيف واحد بيروح بيحضر اوبرا مثلا بالالماني ما بيكون عم يفهم شيء بس بينبسط بيستمتع فيها زيت الشيء يعني كانوا عالم ما بيفهموا اللغه الفرنسيه كانوا عم يحضروا مسرحيه باللغه الفرنسيه مع سبتايتلز قدامهم يعني هيدي كلاسيكال ضروري انه الكل يحضروها فكبار وصغار كمان ما ننسى طبعا. انه كمان الكبار والصغار مهتمين انه يشوفوا هالكلاسيكال اهلا وسهلا فيكم مره جديده برجع بذكر فاذا نوتردام دو باري على مسرح الفولوم دو بيروت ب 10 و11 و12 و13 تموز الساعه 9 والتيكتس موجودين وين؟ بالفيرج شكرا لكم رح انتقل انا وياكم مشاهدينا لنشوف بقيه رانديفوياتنا او مواعيدنا هالفتره المقبله جوني انترناشونال فيستيفال بتموز بيبدا ب 2 تموز وبيستمر ل 15 شهر طبعا على الموعد اكثر من حفلة مع السيدة مجدي درومي مع هواة برنامج مع The Voice كمان مهرجانات وناشطات للكبار والصغار سامر فيسك فيستيفال بستة شهر بيبدأ ابتداء من ستة شهر مع كمان برنامج منوع نبقى نخبركم عنه أعياد بيروت بتكون على واجهة بيروت البحرية من 18 تموز إلى 6 آب والبرنامج حافل وبذكركم انه على طريق الجنه بتبدا الليله بمونو تياتر او بمسرح مونو مسرحيه حلوه بتعرفكم على ثلاث صبايا من ديانات مختلفه وبباك جراوند مختلف رح نكون بالوايت ببيروت مع جالا فور تشينج ب 8 شهر وبأربعه رح نكون مع فند ريزنج للانيمال كمان رح نكون عم نحكي عنه بالتفاصيل بريك هلا ونرجع نحن وياكم مع لايف